انه النادي الاهلي برضو يعني لسه الكلام، يعني لسه بنتكلم حتى بعد ما النادي الاهلي قدر يحقق افريقيا وقدر يعمل موسم عظيم زي ده، لسه بنتكلم انه النادي الاهلي ما فارقش، ما واجهش فريق قوي في دوري ابطال افريقيا غير نادي الزمالك. لا، في ردود اكيد على الكلام ده. احنا بنتكلم ان احنا في دور المجموعات احنا كنا في اقوى مجموعه، المجموعه اللي تم تحديد المتاهلين فيها على اخر ثانيه، مجموعه كان فيها النجم الساحلي التونسي، مجموعه كان فيها الهلال السوداني، المجموعه الوحيده اللي فيها ثلاث فرق جابوا 10 نقط او اكتر. يعني منين الاهلي ما لعبش فريق قوي غير نادي الزمالك؟ طبعا مع كامل الاحترام لنادي الزمالك ان هو طبعا فريق قوي وكان مباراه نهائيه عظيمه جدا وتليق بالكره المصريه. الاهلي لعب 6 فرق من دور المجموعات لحد ما توج بالبطوله، 3 فرق في دور المجموعات، فريق في دور الثمانيه وفريق في نص النهائي وفريق طبعا في الفاينل او النهائي. ال6 فرق دول فيهم 4 فرق كسبوا البطوله قبل كده. يعني بنتكلم على ابطال افريقيا، بنواجه ابطال افريقيا زي النجم الساحلي، زي سان داونز، زي الوداد، زي الزمالك. طيب الهلال السوداني مثلا لو هنتكلم عنه، ده فريق وصل دوري ابطال افريقيا، وصل النهائي قبل كده ومن الفرق الكبيره جدا في افريقيا. يعني مباراه الهلال دي كلنا كنا بنتفرج واحنا حاطين ايدينا على قلبنا، احنا عارفين يعني ايه اللعب على ملعب الهلال بالجمهور ده والقوه دي والحماس ده صعب قد ايه. ده غير طبعا ان الوداد يعني لوحده بنتكلم انه كان بينافس على الدوري المغربي لحد اخر جوله، يعني خسر الدوري المغربي تقريبا في اخر 5 دقائق لما لعب من الرجاء قدر ان هو يجيب جون، بنتكلم على اخر 5 دقائق بالظبط. فاحنا بنتكلم على مشوار كبير وعظيم في البطوله دي، بنتكلم على ان احنا لعبنا فرق كبيره قوي قوي قوي، فمنين النادي الاهلي ما واجهش اي صعوبات غير نادي الزمالك؟ يعني ساعات لما جيت افسر ليه ممكن شخص يقول كلمه زي دي بقول يمكن مثلا قصده علشان الزمالك كان بيعاني شويه قدام الرجاء في نص النهائي، ويمكن حتى في مباراه العوده في الشوط، يعني كان الزمالك يعني في صعوبه في المباراه لحد اول 10 دقائق كمان من الشوط الثاني، عشان كده كان شايف انه الاهلي ما كانش بيواجه اي معاناه. لا، بس لو احنا ما واجهناش اي معاناه في مباراه نص النهائي قدام الوداد، فده من حتى من المغرب من واحنا هناك، فده علشان الاهلي قدر يتعامل مع مباراه بحجم مباراه الوداد في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، سواء في مباراه الذهاب او مباراه الاياب. يعني احنا كنا عارفين ان احنا ضامنين التاهل، وكمان خصوصا في مباراه العوده بعد اول جون في اول 5 دقائق من مروان محسن كنا مطمنين، ولكن كنا عارفين نتعامل كويس قوي مع المباراه نفسيا وفنيا. ده ما يقولش ابدا ان الاهلي ما كانش بيواجه اي صعوبات، يمكن دي من اقوى النسخ في دوري ابطال افريقيا، في تاريخ دوري ابطال افريقيا. على المهم يعني طبعا انه الحقيقه انه كل ده ما يشغلناش في وقت زي ده، ولكن لازم يكون في رد بالارقام علشان بس نوضح للناس قد ايه كان الموسم صعب. واحنا خدنا الحقيقه طبعا كاس افريقيا، خدنا كاس الكاس المصري، وطبعا خدنا الدوري يعني، ولسه ان شاء الله اللي جاي، ولسه بنحضر اللي جاي، وعندنا مباراه بكره. ده بقى ده اللي يهمنا بقى، ده النادي الاهلي، احنا بنركز في الفتره اللي جايه. طيب الانتماء